السلام عليكم. دائما في التجمعات العائلية أنا وأخواني كل واحد يجتمع ويجيب له شغلة. يعني أنا أجيب من هذا المكان ويجيب من هذا المكان ويجيب هذا المكان. نجتمع دائما إذا كنا أنا موجود، إذا مش موجود هم يجتمعون بعد دائما وأبدا. أنا اليوم اخترت زوارتي من وين؟ من ريد كرين، واحد من المشاريع اللي كانت موجودة في الكويت وموجود عندنا في السلطنة حاليا، صار له تقريبا سنة وثمان شهور موجودين في عمان. الحلو في ريد كرين انهم يوصلون لكل مناطق السلطنة. طيب ايش اخترت من عندهم يا خليل؟ وش عندهم؟ هل في اشياء مميزة؟ كل شيء عندهم مميز. الشغلات اللي موجودة عندهم كلها جميلة ولذيذة، ومثل ما يقولون تبيض الوجه. هذه شغلة. الشغلة الثانية الباكجينج عندهم شيء حلو ومرتب. انا الحين بصور لكم بعض الشغلات اللي موجودة في ريد كريم. هذا حسابهم في انستغرام، زوارة على كيف كيفك. طيب خلينا نبدأ معاكم بهذا البوكس. طبعا عندهم مجموعة مختلفة من الكيك، فأنا اخترت هذه الكيكة. عندكم مناسبة، عيد ميلاد، حفل زواج، حفل خطوبة، حفل تخرج، حفل أي شيء تتصلوا فيهم يا جماعة الخير، راح نبغي من عندكم هذه الكيكة. اللي موجودين في مسقط خصوصا راح توصل لكم، أما اللي موجودين برا أنا جايبة طبعا سيارة أخوي، مكان مبرد وكل شيء لين ما وصلت لي بهذه الطريقة. هما أيضا يتكفلون بالتوصيل لك وين ما تكون. عندهم جميع انواع الكيك، هذا حسابهم في انستغرام، ادخل واطلب الكيكه اللي تبغيها، كله فرش شغل اليوم، يعني يسوي لك اياه في نفس اليوم. كل هذه الاشياء تصنع عندنا في السلطنه، صحيح هذا براند كويتي لكن المصنع موجود عندنا في عمان وبالتحديد في الخوض. شوف الكيكه، هذه كيكتهم. الحين تعال، هذا شنو عندنا؟ هذا البيتي فور، انواع مختلفه من البيتي فور. شايفين هذا الصندوق؟ يوصلك في هذا الصندوق مغلف بطريقة جميلة جدا. أنا بطلت التغليف، كان مغلف ولافيننا ووصل فرش. هذا البيتي فور. وعندهم أيضا الغريبة، هذه هي الغريبة. وعندهم الشوكولات البلجيكي، هذا الشوكولات البلجيكي في أكثر من نوع، أنت تختار أربع أنواع يحطونها لك في هذا البوكس، أو تبغي أربع بوكسات مختلفة تختار الأنواع اللي أنت تبغيها. أنا نجرب براوني مارشميلو، صح؟ فوقه شوكليت رهيب، وأنا عندي مشاري ما يقاوم الحلاوة، ما يقاوم الشوكليت أبدا. على طول وأنا أصور شاف الشكل المغري وياه وخذ. عليكم العافية. وعندهم الكوكيز، شار امسك هذا، خلنا نفتح الكوكيز. انواع مختلفة من الكوكيز مع الصوص اللي انتو تطلبونه. هذا طبعا نوتيلا، لا كندر. ايوه هذا كندر، هذا كندر كوكيز، وهذا الصوص ماله. يقول لك يسخن لمدة 20 ثانية، 20 ثانية في المايكروويف يا حبيبي وبعدين تستخدمه. الحين تروح حبيبي تقابل، تحط السفرة عند الاهل وانت مطمن، زوارة تبيض الوجه من ريد كريم عمان. مرة ثانية بحط لكم حسابهم في انستغرام، بحط لكم ارقام التواصل معاهم، ومثل ما قلت لكم يوصلون لكل مكان عندنا في السلطنة. اذا تبغي شيء حلو مرتب ويبيض الوجه تواصل معاهم.